مساء الخير مشاهدينا، أهلا بيكم. أولى حلقات برنامجنا في 2015، بداية حلقتنا النهاردة في السنة الجديدة اللي إن شاء الله هتكون سعيدة علينا كلنا، عن معشوقة المصريين والعرب، عن بلدنا الجميلة مصر. مصر النهاردة بين عيدين، من يومين كان المسلمين بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان يومين المسيحيين المصريين هيحتفلوا بمولد السيد المسيح عليه السلام. مصر المكان الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه المعبد اليهودي بجوار الكنيسة المعلقة بجوار مسجد عمرو بن العاص. مصر بتجمعنا كلنا. موضوع حلقتنا النهاردة عن أم الدنيا مصر. هنخرج في فاصل صغير ونرجع نرحب بضيفنا اللي هينورنا ونبدأ كلام. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك أحمد ما بيشوفش وعيسى ما بيسمعش وما بيتكلمش، علشان كده محدش عارف يوقع بينهم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين للمسلمين وللمسيحيين وللناس كلها. عيد سعيد ومولد نبوي شريف إن شاء الله، وسنة إن شاء الله على مصر وعلى الدنيا كلها بالخير والسلام والأمان والاستقرار. عزنا دايما يا مصر مجمعانا في الخير، دايما يا مصر بنحتفل بأعيادنا مسلمين ومسيحيين على أرضك. مرحب بضيفنا المنورنا الدكتور أحمد صليحة، الخبير الأثري والباحث في علم المصريات. بنرحب بحضرتك يا دكتور معانا. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني تعليقا على كلام السيد الرئيس والمقدمة اللي أنا قلتها، رأي حضرتك إيه في احتفال المصريين مسلمين ومسيحيين في نفس الوقت بأعيادهم؟ يعني أول حضارة والبوتقة اللي جمعت الأديان كلها، زي ما حضرتك قلتي 300 متر جامع عمرو بن العاص من الكنيسة اللي أقامت فيها السيدة العذراء وسيد المسيح، من السيناجوج أو المعبد اليهودي 150 متر اللي طلع منه سيدنا موسى في رحلته لسينا وخد من البير مية من هناك، فده مكان مقدس رمز اليهودية ثم المسيحية، والمسيحية فوق حصن بابليون من أيام تحتمس الثالث أقام الحصن ده بير أبي أون. رمز المسيحية الفرعونية ثم اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام 300 متر في جامع عمرو بن العاص، حاجة إعجاز طبعا لا مش يمكن موجود غير عندنا يتخيله. بس أول جامع في أفريقيا وتاني جامع في الإسلام كله وهكذا. طيب، يعني احنا لما بنقول ان مصر مهد الاديان ومهد الحضارات، دي مقولة صحيحة؟ الهيروغليفية انطلقت منها كل اللغات من الهيروغليفية، وانطلق يعني باريس
ده مش آرائي أنا، دي آراء الباحثين والدكاترة الفرنسيين في علم الآثار هناك. جه كلمة باريس من معبد لإيزيس، والقيصر كانوا طبعا القيصر جوز كليوباترا ويعرفوا إيزيس كويس قوي وأمنوا بيها، والآلهة توحدت ما بين آلهة روما، الأول آلهة اليونان ثم آلهة روما، ثم توحدت الفكرة دي. هناك معبد لإيزيس على طرف نهر السان، فكان اللي يروح النهر عشان يملى مية أو حاجة كده فوق ربوة كانوا يقولوا له ايه، باغ ايزيس، عن طريق معبد ايزيس. فباغ ايزيس عن طريق معبد ايزيس بقت باريس. طيب نرجع لمصر، دي مش معلومة انا ببتكرها، مهد معلومة الحضارات، معروفة في فرنسا، مهد الحضارات ومهد الاديان، يعني معظم الرسل والانبياء عدوا على مصر. طبعا سيدنا ابراهيم جه ورسوماته موجودة في مقابر بني حسن، وللأسف مش هيظهر في المونيتور اللي أنا الصورة بتاعت سيدنا إبراهيم وهو داخل في مقابر بني حسن منشورة في اللوفر وفي متحف اللوفر ومتحف لندن، وهو داخل ب 37 فرد وأربع سيدات لبسهم المخطط وهكذا، وكنيته إبشاي زي أبو الشام يعني. ومن نسله سيدنا يوسف جه برضه واتجوز مصرية أصل العرب، السيدة هاجر اصل العرب. سيدنا ابراهيم اتجوز سيده هاجر. السيده هاجر جابت اصل العرب كلهم. من نسله ابن حفيده سيدنا يوسف اللي عاش في مصر اتجوز مصريه ومات في مصر. بعديها ب 430 سنه خرج سيدنا موسى اللي مصري اللي مولود في مصر واتجوز مصريه وعاش في مصر، اتجوز صفوره ولؤيه وعاش في مصر ومات في مصر، يعني مات في سينا، مات يعني مات في مصر. بعدها السيد المسيح، المسيحية لم تقوى إلا في وجودها في مصر. المسيحية المصرية أنشأت الأرثوذكسية، The Orthodox Cosmogony، المذهب الأرثوذكسي، وأنشأت الرهبنة. سان مارك المصري السكندري عبر لإيطاليا ونشر المسيحية في إيطاليا. سان جورج بتاعنا اسمه مار جرجس، مار شهيد وجرجس جورج، هو مصري، هو على حصانه بيطعن التنين، هو رمز الخير والتنين رمز الشر، هو حورس، نفس المنظر نفس الفكرة الروح، حورس بيطعن التنين وطلعت الحصان لفوق وهو وشه مليان إيمان مش متغضن ومليان كره. وكذلك في العصر الإسلامي السيد أبو زيد الهلالي في العصر الإسلامي، نفس زينة الحصان، نفس الشنب بتاع مار جرجس، نفس كل زينة الحصان والدروع تينما بهذا. طب يعني نقدر نقول أكمل بعد إذن سيدة الطهرة هو لقب إيزيس، السيدة العذراء يوكابيد مامة سيدنا موسى لقبها الطهرة في الأول تستمنت، العهد القديم والعهد الجديد. السيدة العذراء لقبها الطهرة في القرآن، واصطفاك الله على العالمين واصطفاك مرتين الطهرة، وفي الإسلام شلايا ست يا طهرة سيدة زينب. طب يعني نقدر نقول إن مصر بتسهر الحضارات والديانات وبتوحدها كلها، إن إحنا كلنا بنعبد ربنا، وفي نفس الوقت كل الحضارات اللي عدت على مصر فرعونية وقبطية وإسلامية ومن بينهم انصهروا داخل مصر. كلمة انصهروا دي كلمة جميلة جدا، لأن الانصهار بيذوب من حالة الجماد إلى سائل، والسائل بيختلط ببعضه كله، فالهيروغليفية بقت أصل اللغات كلها. يعني لما نقول إن خاء إفرع خفرع، خاء أوف رع الظهور بتاع الشمس، فأوف هنا إن ميري، كل الكلمات مئات الكلمات وما لا يقل عن 450 جيرند، يعني اصل الفعل اللي هو كلمتين زي المصدر جراوند مثلا، ما مثلا جراوند يعني ارض، جي تبدا بجي، هنا عندنا الجب، والله لا تدفنوا في الجب ما يظهر فرعوني وجي وهكذا. هتلاقيها في جميع اللغات تبتدي بجي، السماء سكاي اس سماء وهكذا.
هتلاقي الهيروغليفية أصل لغات العالم كلها. يعني معنى كده والحضارات كذلك، الحضارات الفطيرة الفرعونية هي هي الفطيرة بتاعت اليهود، هي هي الفطيرة بتاعت المسيحية، هي هي الفطيرة بتاعت الأعياد المصرية. الانصهار ده موجود وانتقلت لأوروبا، احنا اللي نقلنا الحضارة لأوروبا عن طريق يعني الروشتة بتاعت الأطباء فيها آر. لا احنا هنرجع لموضوع اللغات ده لانه موضوع كبير جدا. هو الار بيكتبوها الاطباء الفرعونيين وتحتها الدواء المستحضرات الطبيه. الجريكس قعدوا 350 ثم الرومانس 650 الف سنه. فأنا خدوا اصلي الحرس دي ورسموها ار. ليا سؤال على اللغات واساسها، بس هنخرج في فاصل ونرجع نكمل كلامنا. عاش الهلال مع الصليب. الله أكبر الله أكبر. عاش الهلال مع الصليب في مصر والوطن الحبيب، في وحدة وطنية عربية الأصل الربيب، تاريخ مجد أخوة يزهو وبالعقل اللبيب، بتفاهم وتكامل وبحكمة الفكر الأريب، قرن ونصف والإخاء كشمس حق لا تغيب، بتعاون وتعاضد بتسامح الصدر الرحيب، عاشا بظل تراحم جارين أرحم من قريب، خاضا غمار مكائد لدسائس الليل الكئيب، عبرا بحار شدائد بتآزر وسط اللهيب. الحقيقة احنا عايشين في جو من الاحتفالات، يعني مش قادرين نتكلم في حاجة تانية غير المسلم والمسيحي. دكتور احمد، يعني عايزين نتكلم عن الحضارة الفرعونية وعايزين نتكلم عن الحضارة الاسلامية والقبطية، لكن لسه عايزة اكد برضو على الجو الحلو قوي اللي احنا عايشينه اليومين دول. يعني قرينا ان التوحيد بدأ في مصر، التوحيد يعني كلنا بنعبد اله واحد ايا كانت الديانات. عايزة حضرتك تكلمني عن الروح اللي مش موجودة غير هنا في مصر، روحنا مسلمين ومسيحيين متلاحمين مش قادرين نفرق. وانا ماشية في الشارع لما بشوف الشاب المصري عمري ما بقدر اقول ده مسلم ولا ده مسيحي. مصريين قبطيين قبطيين قبطي قبطي مسلم وقبطي مسيحي. قبط جاية من جبت، اي السلت، الطين الاسود، في مض طين بني بتاع اللي مثلت ده اللي هو بيخلي مليان بوتاسيوم وكالسيوم وصوديوم ويوديوم من ناحية الجبال، الأمطار اللي بتنحت الجبال، فبيجي هذا الطمي وهو الوحيد ومتسمي في العالم كله. الدلتا بتاعتنا متسمية هذا الاسم إنها الطين الأسود جبت، ومنها في القبطية وهكذا قبط، فهي الطين بتاع الدلتا اللي غزت سلة الحبوب بتاعت اوروبا، اللي جه مارك انثوني والاسكندر الاول عشان يغزو الشرق. جه مصر الاول قال لك من مصر هاغزو الشرق، وبيستزيد من الذهب والقمح والحاجات دي. وكذلك جوليوس سيزر لما اتجوز كليوباترا وبعديها بخمس سنين اتجوزت مارك انثوني وخلفت من ده ولد سيزيريان القيصرون، وثلاث اولاد من شبي مصر قوتها والملكه ليها مهابه قد ايه. الحضاره بتاعتنا كانت منتشره في العالم القديم اكثر من دلوقتي. احنا دلوقتي الصيت ومش عارفين ليه هذا الصيت، ولكن في هذه الاوقات
طيب احنا الديانة هنضطر ان احنا نختم الحلقة لان وقتنا خلص وادانا العصر، فبنشكر حضرتك على وجودك معانا. كان معانا منورنا في الاستوديو الدكتور احمد صليحه الخبير في علم المصريات، بنشكر حضرتك يا فندم. عفوا. والحقيقه ختاما انا مش قادره اقول حاجه غير اني فخوره، كلنا فخورين اننا مصريين، واستنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله، ودايما تحيا مصر. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي في